بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أخلص النوايا لله. نبدأ بفضل الله وعونه في شرح سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة تسمى أيضا سورة القتال، لأنه ذكر فيها أحكام القتال، وهي مدنية، أي نزلت في مكة، عفوا نزلت في المدينة، وقال بعضهم هي مكية، ولكن الجمهور على أنها مدنية باستثناء آية نزلت في مكة، وهي 38 آية أو 39 آية. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا، أي أعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام، وصدوا عن سبيل الله، أي صدوا غيرهم عن الإسلام، منعوا غيرهم من الدخول في الإسلام. وقيل هذه الآية نزلت في كفار قريش، وقيل في أهل الكتاب، وقيل هي عامة في كل من كفر وصد عن سبيل الله، لأنهم كانوا يعملون أعمالا حسنة في حال كفرهم، من صلة الأرحام وإطعام الطعام وغير ذلك. فالله تعالى يقول: هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وكانوا يطعمون الطعام، وكانوا يصلون الأرحام، وغير ذلك من أعمال البر التي كانوا يعملونها، أضل أعمالهم، أي أبطل وأحبط أعمالهم. لأن الكافر لو عمل أعمالا حسنة في هذه الدنيا، أعمال خير، لا ينال حسنة واحدة يوم القيامة، كما قال ربنا عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. معناه الكفار الذين يظنون أنهم يحسنون العمل في هذه الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنه مع الكفر الله تعالى لا يقبل أي عمل صالح يعمله الإنسان، كما قال عز من قائل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فإذا شرط لقبول الأعمال الصالحة الإيمان، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فشرط قبول الأعمال الصالحة الإيمان. والله تعالى أخبر أيضا
بأن الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لو وضع الإنسان رمادا على يدي ثم هبت ريح عاصفة ماذا يبقى؟ لا شيء. هكذا أعمال الكفار. وفي آية أخرى الله قال: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الذي يكون في الصحراء من بعيد يخيل له بقعة ماء، هذا السراب، وهو ظمآن يعني عطشان، فيلهث للوصول إلى ذلك الماء. فإذا ما أتاه ووصل إليه لم يجده شيئا، هذا السراب. معناه الكفار يظنون أنهم يحسنون العمل وليس لهم في الآخرة إلا النار. لماذا؟ لأنهم لم يؤدوا أعظم حقوق الله على عباده، وهو توحيده تعالى وعدم الإشراك به شيئا، وعدم الإشراك به شيئا. مرة جاءت امرأة كانت تدرس النصرانية لعشر سنوات، وتعرفت على شاب مسلم، ثم تعلقا ببعضهما البعض وصارا يفكران بالزواج. ثم هي بسبب التزامها في دينها أرادت أن تعرف ماذا سيحصل بعد الزواج، فطلب هذا الشاب أن نلتقي بها وأن نكلمها، فحددنا موعدا. فأتت وقالت: أنا لست هنا لأدخل في الإسلام، إنما أنا درست ديني عشر سنوات متعمقة في دينها، ولكن أريد أن أعرف ماذا سيحصل في الأولاد فيما بعد. فقلت لها: أنا لا أريد منك عشر سنين، أريد عشر دقائق. إذا استمعت لعشر دقائق بعد ذلك نرى. قالت: نعم. شرحت عن الإسلام وعقيدة المسلمين وعقائد غير المسلمين مع المقارنة، وكيف أن الإسلام هو الدين الحق. فبعد أن أنهيت كلامي قالت لي: بقي عندي سؤال واحد. قلت: ما هو؟ فذكرت لي امرأة في دينها معروفة، هذه المرأة في دينها مما يظهر منها أنها تساعد الفقراء والأيتام ونحو ذلك. قالت: معناه الله لا يقبل منها فقط لأنها ليست على دين الإسلام؟ لا يقبل الله منها هذه الأمور الأعمال؟ الله تعالى ألهمني أن أقول لها شيئا. قلت لها: لو أنا قتلت أباك وأمك وإخوتك، لو قتلتهم ثم بعد هذا أحضرت لك قالب حلوى، قلت لك: هذه هدية مني، هل تقبلينه؟ قالت: لا. قلت لها: لما؟ قالت: لأنك قتلت أسرتي. قلت لها: إذن لأنني فعلت شيئا عظيما لن تقبلي مني هذا الأمر، هذه الهدية. هذه كفرت بالله وعبدت غيره، فكيف أنت ترجين من الله عز وجل أن يقبل منها مثل هذه الأعمال؟ فقالت لي: الآن فهمت، ونطقت بالشهادتين. عشر سنين تدرس دينها، ثم الله تعالى هداها في عشر دقائق. دين الإسلام مؤيد بالدلائل والبراهين،
فلذلك أخبر ربنا. أنا ليش عم بتكلم هيك؟ لأنه للأسف يوجد بعض الدجاجلة في هذا الزمن، أدعياء المشيخة في كثير من البلاد، حتى يجاروا أهل الشرك والكفر والعياذ بالله، يقولون لهم أنتم تدخلون الجنة وأنتم تتنعمون. وواحد قال مرة: هؤلاء فيهم الصالحون، والعياذ بالله. لو كان هؤلاء الذين على ملل غير الإسلام يدخلون الجنة، لماذا بعث الله الأنبياء؟ لكانوا تركوا على ما هم عليه وكلهم يدخلون الجنة. كان لا يوجد حاجة على زعمهم لبعث الأنبياء، ولكن الله بعث الأنبياء لهداية الناس لعبادة الله. فمن عبد الله ليس كمن عبد غير الله، من عبد الله ليس كمن عبد غير الله. بعض الناس اليوم من ينتسب للإسلام يعتقد أن الله جسم مثل الإنسان، ولكن ليس كاملا، يصفونه بالأعضاء والجوارح ونحو ذلك، يعني عبدوا صورة تخيلوها. هؤلاء ما عبدوا الله، لأنهم ما عبدوا الله، الله تعالى لا يقبل منهم أي عمل صالح يعملونه. لو كان إنسان يطيل اللحية، الخوارج أليس كانوا في الماضي يدعون الإسلام؟ أليس قال النبي عنهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم؟ يعني من كثرة الظاهر منهم يكسرون الصلاة ويكسرون الصيام من حيث الظاهر، وكانت لهم علامة على الجبهة. ولكن قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم. وماذا قال عنهم؟ هم شر الخلق والخليقة، مع كونهم يدعون ماذا؟ يدعون الإسلام. وقال عنهم: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. فهؤلاء الخوارج باسم الإسلام قتلوا المسلمين، باسم الإسلام ذبحوا المسلمين، باسم الإسلام استحلوا أعراضهم وأموالهم ودماءهم، كل هذا باسم الإسلام. فإذا كما أن الله لا يقبل من هؤلاء بسبب كفرهم، كذلك لا يقبل من شخص دان بغير الإسلام إن عمل من أعمال الخير. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إما المراد أناس من قريش ممن دخلوا في الإسلام، أو من الأنصار، أو من أهل الكتاب ممن آمن، يعني من دخل في الإسلام. وآمنوا بما نزل على محمد، يعني آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد، وذلك تعظيما لشأن هذا القرآن، وهو تأكيد. وهو الحق من ربهم، يعني هذا القرآن هو الحق من ربهم. وقيل إن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي عليكم أن تتبعوه. كفر عنهم سيئاتهم، معناه الله تعالى بإسلامهم غفر لهم كفرهم ومعاصيهم. من رحمة الله بعباده أن هذا الكافر الأصلي إذا دخل في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، فالله يمحو كل معاصيه التي عملها ويمحو كفره، فيبدأ الآن من جديد. هذا معنى الآية:
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، معناه بإسلامه الله محى كفره ومحى معاصيه. ثم الآن صار في الإسلام يعمل أعمالا صالحة مثل الصلاة والصيام وغير ذلك، فبدل المعاصي التي كانت عليه ماذا حل محلها؟ الحسنات. ليس معنى هذه الآية كما قال بعضهم والعياذ بالله، قالوا كل معصية ارتكبها في حال كفره على زعم هذه المعصية انقلبت حسنة بعد إسلامه، وينسبون كلاما بعضهم لعمر رضي الله عنه على زعمهم، يقولون عمر كان يقول أنا أكثركم حسنات لأنني كنت أكثركم معاصي في الجاهلية، يعني على زعمهم هذه المعاصي نفعتهم، على زعمهم المعاصي التي ارتكبها نفعتهم، وهذا كلام لا يقوله مسلم. فإذا كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وأصلح بالهم أي أصلح حالهم. البال في اللغة يأتي بمعنى القلب، ويأتي تقول خطر على بالي أي على قلبي، ويأتي بمعنى الحال والشأن كذلك. وأصلح بالهم أي أصلح حالهم وشأنهم بأن وفقهم في أمور الدين. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. بين السبب، بين سبب ذلك أن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وأما الذين كفروا اتبعوا الباطل. ثم قال كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يعني الله تعالى يجعل هذه الأمثلة التي يضربها في القرآن لهم حتى يعتبروهم ويعتبر غيرهم كذلك. ثم قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا معناه اللقاء في الحرب، اللقاء في الحرب، فضرب الرقاب يعني قاتلوهم. وإنما ذكرت عبارة ضرب الرقاب لأنه في الغالب قد يحصل هذا عند القتل من ضرب الرقاب. حتى إذا أثخنتموهم، أثخنتم يعني أمعنتم فيهم القتل، فشدوا الوثاق معناه فأسروهم، وأحكموا وثاقهم، وثاقهم أو وثاقهم يقال، يعني اربطوهم حتى لا يفلتوا منكم. فإما ماذا يحصل بعد ذلك بالأسارى؟ هؤلاء أسارى يعني الذين وقعوا أسارى في الحرب. فإما منا بعد يعني بعد الأسر، إما منا معناه تمنون عليهم يعني تطلقون سراحهم من غير مقابل. ومن هنا أخذ الشافعي رضي الله عنه هذه الأحكام، أحكام الأسارة. فإما منا بعد أي تمنون عليهم بإطلاق سراحهم من غير شيء، وإما فداء يعني وإما أن تفادوا بهم الأسرى يعني تبادل، ما يقال أن تبادل الأسرى يعني يرسل هذا ويؤتى بذاك، تبادل الأسرى. فإذا هذا أول حكم المن، الثاني
الفداء. فخيرهم الله تبارك وتعالى بين أن يطلقوا سراحهم وبين أن يفادوا بهم أسارى المسلمين. وأيضا ذكر العلماء من جملة الأحكام أنهم قد يفادوهم يعني ليس بالأسارى إنما مقابل المال، وإما أن يسترقوا حتى تضع الحرب أوزارها. أوزار جمع وزر، والوزر هو الحمل يعني الثقل، وسميت الحرب بذلك حتى تضع الحرب أوزارها. تضع يعني تترك، تضع جانبا، لأنهم كانوا يحملون السلاح وغير ذلك، حتى تضع الحرب أوزارها، يعني من وقع أسيرا إما أن يمن عليه المسلمون الحاكم فيطلقوا سراحهم من غير شيء، وإما أن يفادي به بالمال، وإما أن يفادي به بأسرى المسلمين، أو أن يسترق يعني يصير رقيقا. ثم قال: ولو شاء الله لانتصر منهم، معناه لو شاء الله لانتقم منهم من غير أن تقاتلوهم بالخسف والرجفة ونحو ذلك كما أهلك من الأمم السابقين لهؤلاء الكفار، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، معناه يبتليكم بأمركم بالقتال فتقاتلونهم، فيحصل الابتلاء للاثنين، يعني من المؤمنين يحصل قتل ولكن يكونون شهداء، وأيضا من الكافرين يحصل عذاب وقتل ومصيرهم إلى جهنم. ثم قال: والذين قتلوا في سبيل الله، وفي قراءة قاتلوا في سبيل الله، فلن يضل أعمالهم، يعني لا تضيع أعمالهم، ماذا سيفعل بهم؟ سيهديهم، أي إلى طريق الجنة، ويصلح بالهم، يعني يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هل عرفها لهم؟ شان عرفها لهم؟ قال بعضهم أي عرفهم مساكنهم فيها، فكل يعرف مسكنه في الجنة. وقيل عرفها أي طيبها لهم من العرف. شو العرف؟ طيب الرائحة. العرف هو طيب الرائحة، يعني يدخلهم الجنة والجنة فيها رائحة طيبة طيبها لهم، هكذا ذكر بعضهم كذلك. بما أن الآيات بعضها يحتاج التركيز سنقف إلى هنا إن شاء الله ونقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وآمنوا بما نزل على محمد. بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. بما نزل على محمد
كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فإما منا بعد وإما فداء. وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. والذين قتلوا في سبيل سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.